شخصيا عندي مشكل تاع السمنه، بغيت نعرف واش هذا مرض ولا غير ما عرفتش كيفاش. دكتور تبغيت شي سؤال على سناء؟ فهي عندها مشكل سمنه. اش عندك من عام سناء؟ عندي 18 سنه. 18 عام ما شاء الله عليك. شحال الوزن ديالك؟ المهم مش غادي نقول لكم، المهم الغلط عرفتي تاعي ما كيخلينيش كاع نروح الدار انا خويا ما تصورش. يعني وزن زائد بزاف، ما عمرك مشيتي للطبيب؟ لا ما عمرني. كتاكل بزاف؟ كتحس براسك كتاكل؟ واه كناكل. واه كتاكل، إذا الوزن الزائد بالماكلة كتحرك؟ كتخلف؟ نعم فقر الدم. نعم فقر الدم ما كاينش. شنو هو دكتور؟ فقر الدم. فقر الدم؟ سناء عندك فقر الدم؟ لا ما عندهاش فقر الدم. إذا كنصحك سناء دير واحد ثلاثة الأسابيع لا تاكل خضار فواكه ما طيبش. نعم الخضار والفواكه ما طيبش، عصائر. ايوا اسبوعين ثلاثه الاسابيع ونبقى على الاتصال حتى انه غنشوفوا. اللي تيهمني هنا اساسا عندك ان ديغيغلومون، عندك واحد العمل ديال لي غلوند غادي يكون عنده. ما درتيش تحاليل على الهرمونات؟ لا 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 تيغويد او لا سيغينال ولا تاكل شي دوايات معينين؟ لا ما كناكلش دوايات. ما كتاخذش شي دواء. خضار فواكه ما طيباش لمده ديال ثلاثه الاسابيع وديما عبر لي لاتونسيون، واخا عبر لاتونسيون تكون ديما عبر لاتونسيون شو شحال هي. نورمالمون لو بديتي تاخذ خضار فواكه ما طيباش لمده ديال اسبوع، نقدر ندير الاسبوع الثاني ونزيدو الاسبوع الثالث وعبر لي الميزان، نورمالمون جسمك بدا تيرتاح. وغالبا عندك فريمون ان بروبل، عندي ريغلومون هرمونال اللي خصنا لابد ندير له التحاليل باش نعرفوا الهرمونال ديالك فين هو، وعلى اساسه غادي نحاولوا نقادوا. حيت الطريقه ديال التغذيه بالخضر والفواكه ما طيباش عندنا 90% تاع الماء ومواد اخرى كلها هرمونات انزيمات فيتامينات اللي احنا محرومين منها ملي تنطيبوا الاكل ديالنا. فاحنا ملي تنبدا تناخذوها الجسم تبدا هو ينظم راسه شويه بشويه كمرحله اوليه. من بعد المرحله الاخرى اللي غادي تكون من بعد هذه المرحله وغادي نشوفوا كيف نقادوا، لكن ما نكرهش على ان تعاود لي يقيد تعاود لي واحد التحليله سميتها ان اف اس. يعني باش تشوف الدم يعني واش عنده فقر الدم ولا. واخا دكتور هاد المساله هذه خضر وفواكه ما طيباش، واش كل انواع الخضر واش كل انواع الفواكه؟ باش من طريقه واش فطور ناخذ فروتاي؟ يعني بغيت ناخذ فكره اكثر على هاد الطريقه دكتور. ممكن تاخذوا مع عصائر باش يسهل تشرب الكميه الكبيره. عصائر بمعنى الخضره مثلا خيزو شنو واش غادي نطحنوه مع شي حاجه معينه؟ باش من طريقه تعصر تعطيك خيز تعطيك تطحنو الماء. اها داكوغ. بغات تاخذ الريزيدي تاكلو اللي فيه في غاليمونتيغ تاخذهم. انا اللي كيهمني هو العصائر اساسا الان. علاش بغينا ما امكن انه حيت الخضر فواكه كتلقاو لو النسبه ديال لي بروتيين وديال لي ليبيد اقل من 1% غالبا. وهنايا تنشتغلوا بزاف على نجروا نعطيو لي جلوكوز باش نغذيو الدماغ والقلب والشرايين ونخليو جسمو يلوح الزوائد ديالو. والغريب في الامر هو ان ملي تنستعملوا الخضر والفواكه ما طيبينش الجسم تبدا كيلوح الدهون الزائده. والغريب هو انه القنوات الدمويه تتحرر، تبقاش داك لي بلوكاج داك لي بوشون اللي تيكونوا في العروق والجسم تبدا كيلوح السموم اللي عنده. وهذه كل عمليه ديال التنقيه اللي هي طريقه بسيطه، ولكن كل ما كانت الجديه تاع المعني بالامر انه تقدر يراقب فاسيل ما واحد 3-4 كيلو، ولكن جسمه تيتحرر تتولي عنده نشاط اخر لانه فيتامينات هرمونات انزيمات كمحروم منهم، والماء النقي اللي هو ديال الخضار الفواكه تبدا تيستعمله بطريقه جيده فالجسم تيسو غوبخون. طبعا مع شرب الماء ياك دكتور؟ بغى يشرب الماء يشرب الماء، ياخذ لي ماء معدني. ماء معدني، واش اي واحد يقدر يعمل هاد الطريقه هذه ولا لا؟ لابد خصني نشوف ليبوتونسيون كي دايره، لاتونسيون بغيت لاتونسيون ديالو. اها تنشوفوا الكريات الحمراء والبيضاء كي دايرين، واش كاين مناعه، واش كاين كريات حمراء موجودين بكيفيه باش تكون جسمي يتغذى بطريقه صحيحه. وكذلك تنشوفوا حتى الحاله ديال الكبد وديال البنكرياس وديال الدماغ وديال القلب والشرايين. اسمح لي دكتور ناخذ مكالمه. رشيد من مدينه طنجه. السلام عليكم. السلام عليكم اختي بخير. الحمد لله سي رشيد، الله يبارك فيك. واشكرك مبروكه. الله يبارك فيك، تفضل سيدي. اختي عندي غير شي عندي سؤال للدكتور. عندي بنيت انا عندها 7 سنين وكتوزن 40 كيلو
ومشيت عرضت على الطبيبه ودارت لها طلبت لنا تحاليل ومسائل. من دينا لها تحاليل من دخلت عندها غير المدام قالت لها الا بقات على هذه الماكله وهذا الغلط وزادت واحد شويه غتصاب بالسكر. والطبيبه عطاتكم شي نظام غذائي معين؟ عطاتنا واحد النظام واحد ديال الحميه قالت لك باش تنقص تاكل غير الحوايجات اللي ما يعني مفوره ولا طايبه هكا في الماء خضار. لقيتوا النتيجه ولا لا؟ عطاك بنتك كتبغي تاخذ الماكله هذيك ولا لا؟ اختي ما كتبغيش تاكل عندها. هذا هو المشكل. خليك معايا رشيد. دكتور تبغي تطرحوا شي سؤال على رشيد؟ هو بالنسبه لهذه البنيه اول شيء لابد ان نركزوا عليه وتجنب كل المواد الحيوانيه الا السمك. ياه ما تاخذ لا اللحم لا الدجاج من غير الحوت. الحنوط ديالو خفيف ساعتين ونص ما يكونش مقلي، اذا كان مقلي خصو 7 سوايع ديال الهضم. اذا ويتجنبوا المواد الحيوانيه الاخرى اللحم الدجاج بيبي فخوماج حليب بيض لانه فيهم هرمونات مع الاسف. هاد الهرمونات هما اللي كيخسروا التوازن الهرموني الطبيعي وتندخلوا فيزيولوجيا غير طبيعيه ايغيغولير. واخا وهاد ايغيغولاريتي ديال العمل ديال الهرمونات في داخل جسمنا انا تبدا كيقلب داك الميزان ديال التوازن. شكون شاف دور كيهسر عندنا على صعيد جسمنا هو الليبوفيز. واخا شكون اللي كينظم الماء والشبع والترويه هو الليبوتالاميس. وهادو من تبدا من تدخلوا هرمونات اما بحال الاستروجين بحال تندخلوا هرمونات انا خارجيه ماشي ديالنا الجسم ما كيعرفش يتعامل معها. اما تبدا يدمرها فندخلوا في لو ديسفونكسيونمون واما تبدا الجسم تبدا تتلائم معها وتلوحها الجنبات الجسم. وحنا في كل هذه الحالات ماشي في صالحنا. حنا اش نديروا خصنا نهبطوا هذه السمنه نهبطوا هذه المواد الزائده. فلذا تنصحوا اولا باكل التفاح بزاف لهذه البنيه والرمان جوج عصائر. التفاح والرمان عصائر وتاخذ الحوت والخضر الاخرى والفواكه الاخرى تاخذهم عادي؟ ماشي مشكل غير تركزي على هاد الجوج. عندهم واحد النشاط في نشاط في تنقيه الكبد والبنكريا والمصارون تبداو تيطلعوا مصارون جداد لا ميكوز انتستينال تيطلعوا نقيين فلا بون ابسوربسيون تتم اي بي لي بون برودوي المواد الجيده فهادو انزيم هرمونات انزيمات فيتامينات تبداو تستافدوا منهم فالجسم تبدا تعاود يرتب شغله ان ريدريسمون دو لا سيتياسيون ديال هاد الاعضاء اللي مهمين اللي خصهم يشتغلوا بشكل صحيح. اش لقينا؟ لقينا على انه مثلا كاس كبير الماء مغلي ديما 4 ساعة قبل الماكله. دير معاه شويه المعدنوس الى لابد معلقه حتى لجوج يشربهم قبل الفطور كاس قبل الغداء كاس وقبل العشاء وحاولوا ما امكن في الليل قبل ما تنعس البنيه ديروا لها زويته الزيتون قبل ما تنعس معلقه تاخذها تشربها معلقه كبيره دي بون ماتان تاخذ واحد 3 ولا 5 تمرات يعني كل ما عطينا بحال هاد المواد اللي تشبعها وتخفف عليها مزيان حقا كاين ان برودوي اللي هو جيد عندنا في المغرب ومعلوم انه سي لو فوكس محقور ما تنعرفولوش ما تعرفوش نستعملوه لو فوكس اف يو سي يو اس هاد لارك هادي هاد شنو هو هذا؟ لارك سي تي لارك مارين من طحالب البحر هادي تنتعلموا ناخذوا منها 4 معالق صغيره مع شويه الماء تنخليوها 5 دقائق حتى تنفق وتنشربوها قبل الاكل. هذا الفيتيس عطى نتائج كبيره في تخفيض الوزن ليس فقط حتى في ضبط الهرمونات ليس فقط حتى في طرد كثير من افراغ القنوات الدمويه من الكوليسترول والمواد الزائده. بمعنى العمليه ديال 3 ضبط الهرمونات التوازن ديالهم، ثانيا افراغ القنوات الدمويه من لصق بنيه ومجداد، 3 انه تنقيو الامعاء ونقيو الامعاء بغيت نعني المعده ونشطوا لا ميكوز انتستينال لا ميكوز غاستري ونقيو الامعاء ونشطوا لا ميكوز انتستينال هذه كلها عمليات اساسيه وثلاث نقاط محوريه لا بغينا فريمون نتخلصوا من السمنه ونطلعوا جسم نقي بدون سمنه بدون عياءات بدون مشاكل.